بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الطلبة. بعد ما انتهينا بالمحاضرة السابقة من شرح البوني بارتس مال الفيرتبرال كولوم، عرفنا شنو الفرق بين بين الفيرتبري، وكذلك تطرقنا للليجامنتس والانترفيرتبرال ديسك. بهاي المحاضرة راح نتطرق للمسلز والبلد سبلاي والنيرف سبلاي اللي يمر بالفيرتبرال كولوم. أبجكتيفاتنا راح تكون هي السوبرفيشال مسلز، سوي ريفيو عليها باعتباركم ماخذين بعضهن بالأسابيع الماضية. كذلك الانترميديت لاير اوف ذا مسلز، سوي عليها فد اوفر ريفيو. والديب مسل لاير اللي راح نعرف الديفيجنز والكاركترستكس مالتها. البلس سبلاي كذلك نتطرق له، والنيرف سبلاي. بالنسبة للمصادر اللي اعتمدتها بهاي المحاضرة هو الكتاب سنيل مال الاناتومي، وجرايز اناتومي جبت منه بعض الصور، وكذلك بعض الصور جبتها من بعض المواقع. The muscles of the back تتقسم إلى 3 groups. المجموعة الأولى هو superficial muscles أو superficial group اللي راح يرتبط لنا بالshoulder girdle، ومثل ما أخذته بالأسابيع الأولى. المجموعة الثانية هي intermediate group اللي راح ترتبط لنا بالthoracic cage، والمجموعة الثالثة راح تكون الديب أو البوست vertebral group اللي راح ترتبط بالسباين بالفيرتبرال كولوم نفسه، واللي راح يكون تركيزنا الأساسي بهاي المحاضرة عليها بوست vertebral muscles، وراح نعرف شنو هن وشنو أقسامهن وطبقاتهن. نجي للسوبرفيشال muscles. هذن العضلات درستوهن وتعرفون أسمائهن. هنخلي الأرقام. هسه نبدي بهاي العضلة رقم واحد. هاي العضلة راح نسميها الليفيتر سكابيولي. الليفيتر سكابيولي مرتبطة من جهة بالسكابيولا ومن جهة بالسباين، فهنا راح تساهم بعملية رفع السكابيولا elevation of the scapula، فالاسم يمثل الفانكشن. نجي الرقم اثنين. رقم اثنين هذه العضلة تشبه المعين، معينية الشكل أو rhomboidal shaped، واحدة صغيرة الفوقانية والثانية كبيرة. هذان العضلات اللي شبهن المعين راح نسميهن الرومبويد، فالصغيرة ماينر والكبيرة ميجر. رومبويد يعني رومبويدال شيبت، تشبه المعين، اسمها معتمد على شكلها. نجي للعضلة الأخرى، هاي رقم أربعة. هاي العضلة دي تاخذ مساحة كبيرة بالظهر، ماخذ برود اريا اون ذا باك. هاي العضلة اللي هي شكلها راح نسميها اللاتسموس، معناها شاغلة مساحة كبيرة، اسمها لاتسموس دورساي. دورساي من جاية؟ جاية من دورسل، نسبة إلى دورسل يعني on the back. العضلة هاي الخامسة الأخيرة، هذه تلاحظون شكلها شلون غير منتظم، أو يعني لو نقربها راح تطلع شكلها تقريبا شبه منحرف، لا هي مستطيلة لا هي مربعة ولا قريبة منها. هذه راح نسميها الترابيزيوس، شكلها يشبه الترابيزيوم اللي هو شبه المنحرف. فهاي superficial layer. نجي للintermediate muscles. بعد ما أزلنا superficial muscles، هنا راح نشوف هذني الintermediate muscles اللي هن mainly two muscles، واحدة superior واحدة inferior. هذني شكلهن راح يشبه، يعني لو نلاحظ نتخيلها تشبه المنشار، منشارية الشكل، حواف مدببة نوعا ما. فهذني نسميهن السيريتاس، الوحدة منهن تسمى سيريتاس. صايرات من الجهة البوستيرير فراح نسميها سيريتاس بوستيرير، صايرات وحدة فوق وحدة جوا فالأولى راح نسميها سيريتاس بوستيرير سوبيرير، والثانية راح نسميها سيريتاس بوستيرير انفيرير. ومثل ما تعرفون اكو سيريتاس انتيرير من الجهة المقابلة من قدام. سيريتاس قلنا من شارية الشكل، اللي يحب يعني يطلع على المعاني. هاي صورة أخرى للسيريتاس مصر. بالنسبة للديب muscles of the back دا تلاحظون شلون دا تمتد من السكال للساكرم، وهاي راح تكون على مساحة من الظهر، تمثل برود وثيك، تكون برود ثيك كولوم اوف muscular تشو. بالنسبة لهذين العضلات ممكن يشتغلن سوية أو ممكن يشتغلن كسيبريت muscles، هن اساسا separate muscles، والاكشن مالتهن حسب اما سوية يشتغلن او احيانا اكو movements بيها عضلة خاصة تسويها.
The spines and the transverse processes of the vertebrae serve as levers. ال transverse process مال ال vertebrae وكذلك ال spinous process مالتهن راح ترتبط بيهن العضلات ويشتغلن كمرتكز أو pivot ك يعني مرتكز مال عتلة liver حتى تسهل وتسوي ال smoothness مال ال action وال movements. هذين الديب muscles هم راح نقسمهن إلى sub categories. The longest length راح تكون هي superficial وتكون vertical. بس هاي العضلة هي superficial وvertical. هذه راح نسميها ال erector spiny. مجموعة من العضلات طبعا ال erector spiny muscles. هذه شنو وظيفتها؟ هاي وظيفتها أن تسوي ال extension of the back. من يصير لها contraction الباك راح يصير له extension. كذلك راح ممكن نسوي lateral flexion يعني هسه هاي لو تتقلص من جهة اليسرى انحناء الإنسان راح يصير من الجهة اليسرى تتقلص من جهة اليمنى انحناء الإنسان راح يصير من الجهة نفسها كذلك راح تحافظ لنا على الكيرفتشر والبوزيشن مال الفيرتبرال كولوم أما المجموعة الثانية اللي هي الانترميديات لينث مصل فراح تمشي obliquely من الترانسفيرس بروسيسز للسباينز والمجموعة الثالثة اللي راح تكون هي shortest والdeepest muscles فراح تمشي between the spines وbetween the transverse processes. هذين العضلات راح يمشن between the spines راح نسميهن interspinals يعني between the spines. أما اللي راح يمشن between the transverse processes فراح نسميهن intertransversary. هاي العضلة المفرد. أما الجمع intertransversarii. وبالنسبة للانترميديات مصل ما ذكرنا اسمها راح يكون الترانسفيرسو من الترانسفيرسو بروسس للسباينز ترانسفيرسو سبايناليس ترانسفيرسو سبايناليس إذا ناخذ شوية تفاصيل أكثر عن الأسماء مال العضلات فراح تكون المجموعة الأولى اللي هي السوبرفيشيال فيرتيكال رانينج مصلز هي الإركتر سبايني العضلات مالتها الإليوكوستاليس واللونجيسيموس والسبينالس بالنسبة للمجموعة الثانية الانترميديات هي العضلات مالتها السمي سبينالس والمالتيفايدس والروتيترز المجموعة الثالثة الديبست مسلز قلنا الانتر سبينالس والانتر ترانسفيرساري اكو عندنا عضلة يعني هي صايرة بالباق بس ما مدرجة ضمن هذا التقسيم اللي هي السبلينيوس Splenius detached part of the deep muscles of the bug. هنا أنا ما راح نتطرق للأوريجين والإنسيرشن مال هاي العضلات لأنه هن عضلات هواي ويعني التطرق لهيك موضوع يعني of no practical value. بهاي الصورة إذا نلاحظ عندنا عضلات ماشية بادية من الساكرم ماشية vertically بعضها متصل بالريبز وصايرة superficial بالنسبة للباقيات. هاي العضلات هن الـ superficial layer of the deep muscles of the back. عندنا فوقهن عضلة اللي هي الـ splenius. الجزء الطالع منها هو الـ splenius capitis. هسه هاي التأشيرات هاي رقم واحد هي الـ splenius capitis. اكو splenius cervicis يصير شوي جواها وراها. بالنسبة للعضلة رقم اثنين هي الـ spinalis. هي جزء من السوبرفيشيال واحدة من السوبرفيشيال مسلز الركتر سبايني ورقم ثلاثة هي اللونجسيموس والعضلة رقم أربعة هي الإليوكوستاليس بتلاحظوها شلون جاية من يم الإليام متصلة بالكوستال ريبز فإليوكوستاليس بالنسبة للسبلينيوس ذكرنا أنه هي جزء من الديب مسلز بس ما تعتبر يعني مو ضمن التقسيم اللي ذكرناها وإنما هي detached part راح تتكون من جزئين الجزء الأول هو splenius capitis اللي راح يطلع من ligamentum nuci هاي الصورة حسنًا نلاحظها هذا supraspinous ligament امتدادا من الجهة العنقية هو يسموه ligamentum nuci فمن lower part مال هذا ligament إلى upper 4 أو 3 thoracic spines راح يكون هنا الأوريجين مالتها ماكو داعي يعني نركز على الأوريجين والإنسيرشن وبالضبط نحفظه مثل ما نركز على الأكشن مالتها
الانسيرشن هنا راح يكون بال تقريبا يم النيوكال لاين سوبيريور نيوكال لاين اللي راح يكون بالاوكسيبيتال بون، وكذلك راح يكون بها انسيرشن بالماستويد بروسس مال التمبورال بون. بالنسبه للاكشن مالتها راح يعني من شكلها راح ممكن نسوي lateral flexion of the head extension، ممكن نسوي بعض الحركات مال الروتيشن ممكن نسويها. الجزء الثاني من هاي العضلة هو splenius cervicis اللي راح يصير شوية انزل من splenius capitis. طبعا الاوريجن سنير يقول نفس الاوريجن مال الكابيتس اللي هو يعني من ال T1 upper fourth thoracic vertebrae والنيوكال لاين. هنا أنا بهاي الصورة كاتب الأوريجين من الـ T3 للـ T6، يعني هذا رينج يعني variation ممكن يصير عادي. الانسيرشن مالتها بالترانسفيرس بروسس اوف upper cervical vertebrae بالترانسفيرس بروسس. الكابيتس كانت بالأوكسيبيتال بون superior nuchal 9 وبالتمبورال بون يعني بالماستويد بروسس. هاي الانسيرشن مالتها راح يختلف. هاي الصورة دا تجمعها اثنين هنا الجزئين splenius capitis والسيرفيسز. كلمة splenius معناها مثل الباندج، باندج لايك. لاحظوا هسه شكلها شلون يشبه الشريط. capitis ترمز للهيد، هاي اتصالها يكون ويا الهيد ويا السكال. اما كلمة سيرفيسز فمعناها تشبه سيرفايكل، معناها اشارة للنك. فمثل ما شفنا هم الاوريجن مال السيرفيسز راح يكون بالنك بالترانسفيرس بروسس مال الفقرات. بالنسبة للنيرف سبلاي مال دي ماسلز اوف ذا باك راح يكون عن طريق البوستيريور راماي اوف ذا سباينال نيرف. قلنا احنا السيجمنت مال السباينال كورد راح يطلع منها الانتيريور روت والبوستيريور روت، هذني راح يتحدن بالانترفيرتبرال فورامينا راح يكونن السيجمنتال سباينال نيرف. هسه السيجمنتال سباينال نيرف هذا راح يتفرع الى انتيريور راماي، انتيريور راموس وبوستيريور راموس. فالبوستيريور راماي على طول العمود الفقري اللي جايات من هاي السباينال نيرفز هي اللي راح تغذي الديب ماسلز اللي هن سكليتال ماسلز واللي هن فولنتري، تغذيتهن من البوستيريور راماي. بالنسبه للبلاد سبلاي فنقسمها حسب الريجن. بالسيرفايكال ريجن عندنا الاوكسيبيتال ارتري والفيرتبرال ارتري والديب سيرفايكال ارتري. خلينا نجي نشوف كل واحد على حده. الاوكسيبيتال ارتري هو جزء من الاكسترنال كاروتيد ارتري. هسه هاي الصوره مبين بيها هذا الكومن كاروتيد راح يتفرع الى اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد ارتري. فالاكسترنال كاروتيد راح يمشي ويعطي برانشز، واحد من هاي البرانشز راح يمشي يروح بوستيريرلي ويصعد على الاوكسيبوت يوصل، فهذا يسموه الاوكسيبيتال ارتري. بالنسبة للارتري الثاني اللي هو الفيرتبرال ارتري، لاحظوا هسه هاي الصورة. هاي خلينا نفترض هاي الرايت سايد، هذا الرايت سبكليفين ارتري، فدا يطلع برانش منه هذا الفيرتبرال ارتري، دا يصعد هاي C7 C6 C5 C4 C3 C2 اللي هي الأكسس، وهاي C1 اللي هي الأطلس. فده يمشي يعني خلال هاي المنطقة يصعد لي فوق، خلال مسيرته راح يطي برانشز، اكو بعضها ماسكولار برانشز، بعضها برانشز تروح للسباينال كورد، بعضها تروح للمننجيز، فيوصل هاي الرايت فيرتبرال ارتري يلتقي بالليفت فيرتبرال ارتري فوق حتى يكون لنا البازلر ارتري. هسه بغض النظر عن هاي التفاصيل، الفيرتبرال ارتري اللي بالنك او بالسيرفايكال ريجن جاي من البريكيو، جاي من السبكليفيان ارتري. نجي للشريان الثالث اللي هو الديب سيرفايكال ارتري. هسه هاي الصوره لمقطع عرضي. هسه تخيلوا احنا دنباوع لهذا الانسان او لهذا الفيجر، دنباوعه من الرايت سايد، هاي الجهه اليمنى مالته وذيك الجهه اليسرى مالته. هذا عظم القص وهاي الريبز، هاي السيرفايكال ريجن، هاي السي 7. زين، هذا هو السبكليفيان ارتري. راح يعطي عدة تفرعات
من ضمنها هذا اللي قلنا عليه الفيرتبرال واللي راح يصعد فوق. التفرع الثاني راح ينطي الكوستو سيرفايكال ترانك. كوستو سيرفايكال ترانك يعني جزء منه كوستال صدري وجزء منه سيرفايكال عنقي. فراح هذا الترانك يتفرع الى فرعين، فرع ينزل للصدر اللي هو السوبريم انتركوستال ارتري، وفرع منه يصعد لي فوق يصير الديب سيرفايكال ارتري واللي هو هذا اللي يريده، الديب سيرفايكال ارتري. فالديب سيرفايكال ارتري جاي من السبكليفيان او من الكوستو سيرفايكال ترانك اللي بدوره جاي من السبكليفيان. هاي بالنسبة للديب سيرفايكال ارتري. بالمنطقة الصدرية thoracic region the branches arise from the posterior intercostal arteries. اكو بين الاضلاع intercostal between ribs يعني posterior intercostal arteries راح تغذي thoracic region.